لو عندي delay والديلي ده بيستحق extension of time، يبقى انا هيبقى لي ايه؟ هيبقى في new completion date، وهعمل بناء عليه revised program. طيب لو انا الديلي ده كان نتيجة contractor risk event ومفيش extension of time، يبقى انا المفروض ارجع لنفس الايه؟ تعاقدي، واعمل ايه؟ recovery program. يبقى انا هنا مدة المشروع اللي هي لحد من الكومنسمنت لحد التي او سي، لو انا الديلي ده هرجعه لحد التي او سي تاني، يبقى انا بعمل ريكفري واحتفظ بنفس التاريخ ده. لو انا زودت مدة المشروع، يبقى انا بعمل ايه؟ ريفايزد. زي ما كنا بنقول في كيسز ان ممكن يحصل تشينجز ويبقى لها نو تايم امباكت، فتؤدي ان انا اعمل ريفايزد، ولكن بنفس الايه؟ بنفس الكونتراكشوال ديت. يبقى مش شرط ان الريفايزد يبقى ايه؟ يبقى هنا بعد الكونتراكشوال ديت، ولكن ممكن يبقى ريفايزد عند نفس الايه؟ عند نفس التاريخ. تمام؟ ولكن هيبقى الفرق بينه وبين الريكفري ايه؟ ان الريكفري كان فيه ديلي وانا عملت له ريكفر، انما ريفايزد انا عملت تغيير للبرنامج من جوه علشان فيه تشينجز مثلا حصلت، فانا عملت عليها ايه؟ ريفايزد بروجرام، ولكن ما غيرتش التاريخ. هنشوف بقى المقارنه دي سريعا كده. بتقول ايه؟ ان الريكفري كيب ذا لاست كونتراكشوال كومبليشن ديت، بحافظ على كونتراكشوال كومبليشن ديت زي ما هو. انما ريفايزد الكونتراكشوال كومبليشن ديت مي بي ريفايزد، ممكن ايه؟ يتغير. هنا يبقى في تشينجز من انا ممكن اكون حذفت حاجه بس، وبقول لك شيلها لي من البرنامج، فانت بتعمل ريفايز بروجرام ونفس الديت، ما هو انت حذفت كمان، يعني ممكن اقول لك اعمل لي سيفنج تايم سيفنج. الريكفري delays only caused by contractor risk event، يبقى ايه هو السبب فيه؟ علشان كده لازم يعمل له ريكفر. انما الريفايزد هيبقى ممكن يبقى فيه variation و extension of time، يبقى فيه ممكن change of sequence or methodology. يعني كنا بنقول ممكن السكوب يبقى زي ما هو، بس انا غيرت السيكونس في توقيت بدري ما اثرش على الايه؟ التاريخ النهائي، لان انا ممكن لو غيرت السيكونس في توقيت متاخر ياثر يديني extension of time، بس انا غيرته في توقيت بدري ما عملش extension of time. الريكفري بعمل كومبريشن، بستعمل الكومبريشن تكنيكس اللي هي كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت، اللي هما الاثنين الكراشنج والايه والفاست تراكنج. هنا بيبقى في حاجات بقى ميتيجيشن اور اكسلريشن تكنيكس، ممكن في الريفايزد احيانا مي بي يوزد، احيانا ممكن استعمل ايه؟ ان انا بعمل اكسلريشن، ان انا الديلي ده بقول ان انا هعوضه بان انا هزود عماله واتكلف فلوس، والمالك يوافق انه يدفع لي الفلوس دي، واعمل اكسلريشن. هنشوف في الاس ال معرفين الاكسلريشن ده ايه. الاثنين بقدمهم، اما اجي اقدم ريكفري او ريفايز اقدم بروجرام سبميتال كامل، في المان باور والكاش فلو بتاعه، وفي الناريتيف اللي بيشرح ايه اللي حصل. في الريكفري نو كومبنسيشن نور كليم سبميتال، هنا مش هيبقى فيه، انا مقدم الريكفري ده انا اللي متاخر، المقاول متاخر، فهيبقى مش هيطلب تعويض لا مادي ولا هيطلب، هيبقى فيه كليم متقدم. انما في الريفايزد هيبقى في كومبنسيشن برولونجيشن كوست اور كليم سبميتال مي بي ان بليس، ممكن يتقدم ايه الكلام ده، ممكن ما يتقدمش فاريشن وتقدم، خد الخطوات بتاعته واعتمد، والتايم التايم امباكت اعتمد، وقدمت ريفايزد من غير ما يبقى فيه ايه؟ من غير ما يبقى فيه كليم. عندي دلوقتي لو ده تاريخ النهايه التعاقدي، يبقى انا ايه؟ وحصل ديلي،
لو قلت لينك ده سبب فيه الكونتراكت ريسك ايفنت يبقى هعمل ايه؟ هعمل ريكفري. يعني ايه ريكفري؟ يعني هرجع بالديلي ده للتاريخ ده تاني وارجع لنفس التاريخ بتاع الكوري واستعمل فيه الكومبريشن تكنيكس اللي احنا قلنا عليها اللي هم الايه؟ كراشنج والفاست افكت. لو الديلي اللي حصل ده مش السبب فيه المقاول كان السبب فيه امبلوير ريسك ايفنت يبقى انا هعمل ايه؟ هيبقى فيه اكستنشن اوف تايم واعمل ريفايز بروف. ممكن اعمل ريفايز وما عنديش التاريخ ده نتيجه ان الايه؟ ان حصل تغيير في الميثود نفسها، حصل تغيير في المواعيد، حصل تغيير في السيكونس، حصل تغيير ولكن التغيير ده انا حذفت حاجه وضفت حاجه فالكلام ده هيتقال في نفس المده ولكن الكلام ده لازم يتغير في البرنامج لان انا هحذف انشطه واضيف انشطه ثانيه مكانها. قلت لي ممكن اعمل ريفايز بيوصل لنفس المده، ممكن اعمل ريفايز بيبقى فيه اكستنشن اوف تايم، ممكن يبقى فيه عندي كمان ايه؟ كومبنسيشن يبقى فيه كليم لو تايم وكوست اندكت بناء على التغيير اللي حصل.